السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعني ليس هناك ضرر، مع هذه الحالات فهو ليس في اي ضرر، وحتى الاطفال الصغار اذا اكثروا منه ليس هناك اي مشكل. ويعني لا اظن فاكهه العنب كما قلت لا تضر، وعلى شكل زبيب يعني الا بعد المرضى، الاطفال يحبون هذا الزبيب، وخصوص النساء كذلك، لان في حديد والنساء يعني يحتاجون حديد، والعنب جيد للنساء، والزبيب ممكن ان يسوّر الضغط الدموي كذلك، الناس اللي عندهم الضغط ينخفض يتناولوا زبيب، فهذه الاملاح تجعل الضغط يعود الى 12 او 13 اذا كان منخفض جدا، خصوصا كاين الناس اللي عندهم 10 و11 في الضغط الدموي، فهؤلاء يعني يجب ان يتناولوا زبيب خصوصا في الصباح، يعني طبعا الفطور يتناولوا فيه، يعني حتى ولو تناولوا حفنة كاملة من يعني من الزبيب هي جيدة، نحن نوصي به لهؤلاء الأشخاص. والعنب هو من الثمار التي لا يصيبها أي فساد ولا تسبب أي تسمم بالبتات، لأن حتى إذا بقيت هناك فهي تتخمر، يعني ولا تفسد ولا تعطي أي سمنات ولا توكسينات، ما عدا الأشياء الخارجية خصوص أثناء الإنتاج، لأن ربما يكون هناك مبيدات، والمبيدات أصبحت تستعمل الآن في أكثر من 90% من الإنتاج العالمي بما في ذلك المغرب، وليس هناك إنتاج لعنب الآن خصوص في الضيعات الكبرى بدون مبيدات. ويعني هناك أنواع من يعني المبيدات اللي كيداروا اللي كيقطعوا الفروع اللي كنسميوه الزبير في المغرب، كاين هناك منتوجات يعني طلاء على شكل طلاء كيديروها لهذا العنب، ثم هناك أشياء أخرى اللي كتخلي العيون ديال العنب تنفجر وتخرج عناقيد، بمعنى أنها تزيد في المردودية، إذا كان عود العنب مثلا يعني الساق ديال العنب إذا كان غادي يعطي 10 كيلو، فبهذه الأشياء بالمعالجة ممكن أن يعطي 24 كيلو. وطبعا هذه الإنتاجية والمردودية جائزة، نعم جائزة، ولكن إذا كانت إنتاجية ومردودية على حساب سمومية فأنا لا يعني لا أتفق، لا تنصح طبعا، لا لا أتفق، إذا كان الشيء طبيعي يجب يعني غسل العنب بطريقة جيدة، بسم الله نبغيه، ولكن إذا زدنا في الإنتاج بهذه التقنيات الحديثة ولوتوا المنتوجات ديالنا بمبيدات خطيرة طبعا جدا، مضرة على الصحة، خصوصا أن الآن الحساسية والسرطانات الآن بواحد ارتفاع يعني مهول، فيجب أن ننتبه لهذه الأشياء. والمغرب الحمد لله من البلدان التي ممكن أن تتصدر قائمة الإنتاج الطبيعي، لأن لدينا مياه جيدة ولدينا مناطق يعني لا زالت خضراء جيدة، يعني ما عندناش صناعة ملوثة خطيرة، إلا أن تكون هذه الزراعة مرشدة وتكون بالعقل، وممكن أن نتفادى استعمال هذه الأشياء طبعا بغسل العنب غسل جيد أكيد طبعا يمكن أن نأكله. إذا أنا بالنسبة لي أقول لك دكتور أن هناك بذور العنب، هل فعلا هي تقضي على بكتيريا الفم؟ نعم، لأن فيها هذه المضادات للأكسدة وفيها مكونات مطهرة. وكيف يمكن استعمالها؟ أكثر من ذلك، أن الذي يقدر على مضغ هذه الحبوب فهي تقتل كذلك بعض الطفيليات في الأمعاء. لماذا؟ لأن كما قلت كل الأشياء المرة هي أشياء يعني هي دواء، لها نعم لها تأثير، ولها تأثير صحي إيجابي في الجسم، ثم هذه حموضة العنب، فلماذا العنب يذيب هذه الحصوات الموجودة في الكلية؟ هي حصوات الأوكسالات يعني الفوسفوكالسيك، هذا المركب الفوسفوكالسيك اللي هو اللي يعطي يعني أحجار، نسميها احنا الأحجار في حصوات في الكلية، لأن العنب كما قلت فيه حمضيات عضوية من حمض الملك، وهذه الحمضيات العضوية من حمض الفورميكولماليكول أسيتيك هي خصوص حمض الماليك، هي حمضيات تذيب هذه الحصوات يعني على مستوى المرارة وكذلك على مستوى الكلي. فكل العصائر وكل الفواكه الحامضة بما في ذلك يعني البرتقال والحامض، هذه والفواكه قبل نضجها تكون حامضة أو في أول نضجها، فهي صالحة لغسل الجهاز الهضمي، تطهر الجهاز الهضمي، لأن هذه الحمضيات العضوية لها تأثير بالغ خصوص على مستوى البكتيريا النافعة أو البكتيريا الصديقة، بكتيريا القولون يعني حادث البروبيوتيك، وهذه البكتيريا تستعمل هذه الحمضيات العضوية كي تتقوى على البكتيريا الأخرى يعني الممرضة. المواد النباتية فيها كل شيء، هي الحافظة للجسم، ولذلك الخطاب ديال الله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يتكلم عن الفواكه وعن الثمار،
حتى لما وصف طعام الإنسان في سورة عبس، وهي السورة التي قرأتها في المقدمة، فكما يقول الجليل جل جلاله: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني حتى الأنعام تأكل من هذه الأشياء. فهنا يأتي العنب والنخل في ذكر هذه، فهذا طعام الإنسان وطعام نبات، طعام فيه الزرع يعني الحب كناكلوا الخبز، قمح شعير ذرة، وفي كذلك القطاني العدس والفاصوليا والفول والحمص إلى ذلك، وفي تمار هي الفواكه والخضر، يعني الخضر هي تمار. لذلك الخطاب في القرآن نجده أن يتكلم عن التمار وعن النظام النباتي، والنظام النباتي في مضادة للأكسدة، والمضادة للأكسدة هي التي تعالج. مضادة للأكسدة الموجودة في الزعتر، الزعتر يعالج لأن فيه مضادة للأكسدة، يعني فيه البوليفينول. الزيتون يعالج لأن فيه بوليفينولات، فيه مضادة للأكسدة. والرمان فيه مضادة للأكسدة، حمض التانيك وحمض الإيلاجيك، والتفاح فيه حمض الإيلاجيك، والعنب فيه ريزفيراترول، والطماطم فيها اللايكوبين، وفي هذه كلها مضادة للأكسدة، والكيركيمين يعني الكركم فيه الكيركيما، والزنجبيل فيه الجنجرول، والقرفة فيها حمض سيناميك أو ألديهيد سيناميك. هذه هي المنتوجات التي تعالج. والسرطان يعني لا يمكن أن يقاوم، لا يمكن أن يتحدى المضادات للأكسدة. أن مادة اللايكوبين والكلورو يعني الكلوروفايل الآن في أوروبا وفي الغرب تباع على شكل أقراص للناس المصابين بالسرطان، كذلك السيلينيوم لأنه مضاد للأكسدة. يعني هذه السيدة قرأت هذه القصة ليست كذب، وهي نعم نحن نزكي هذه الأشياء، وهي حقيقة علمية ثابتة أن المضادات للأكسدة ممكن أن يحدوا من خلايا السرطان، من يعني التورمات السرطانية، خصوص في الطور. إذا كان الطور الأول مثلا ممكن أن نعطل هذه الخلية وممكن الشخص أن يعيش. وهناك حالات عولجت، فهذا يدخل في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء بيد الله وليس بيد الطب. الطب بيده العلاج والشفاء بيد الله، يجب أن لا نخلط الأمور. فهناك من يعني تعالج أو عالج نفسه بالماء فقط، ولكن يكون السبب دائم مادي، يجب أن يكون هناك سبب. يعني فهذا الشخص الذي وصف له العنب، إذا تناول العنب لوحده وطبيعي ما يكونش فيه مبيدات، ويكون عنب طبيعي يكون في تركيز عالي ديال ريزفيراترول مضادات للأكسدة، وفي فيتامينات اللي تتمنع السرطان مثل الفيتامين سي، كذلك الفيتامين بي والفيتامين او ا، هادو مضادات للأكسدة كذلك. فهذا الشخص يعني انا هذا الطرح وهذا الشيء الذي قرأته السيدة في هذا الكتاب صحيح. انا ازكيه نعم، وهو امر وارد. كنظن ماشي كنظن هذه حقيقة، ان الانسان اللي كي تناول طبعا شي مادة باستمرار كتكون نتيجة حسنة. احنا المشكل شنو هو ان كنبغيو النتيجة سريعة. نعم. هو يمكن يتناول طبعا واحد المدة طويلة، يمكن شهرين او 3 شهور كي يتناول العنب جاءت نتيجة الشفاء. اكيد اكيد. هذا هو اللي كاين. خصوص اذا كان يعيش في البادية وجو نقي وليس هناك تلوث وما الى ذلك، فطبعا غادي يكون الامر ديالو بسيط جدا وربما يعالج، وليس مستحيل العلاج، ليس مستحيل. الله سبحانه وتعالى نعم، غير الناس يعرفوا يتعاملوا مع الامراض ديالهم. هذا هو اللي كاين. هذا هو اللي كاين. طبعا انا في قرات ان بعض الدراسات الامريكيه من خبراء التغذيه اكدوا ان تناول العنب الاسود، مع رغم ان ذكرت قبل قليل ان الاخضر والاسود والابيض والاحمر كلهم نفس التركيبه، ولكن هما يصرون على أن تناول العنب الأسود يساعد على تقوية الذاكرة، كيف ذلك؟ نعم أكيد، لأن كما قلت فهذه المكونات اللي كتسوي الضغط هي أملاح معدنية والفيتامينات، ودائما نعود للمضادات للأكسدة. فسكريات العنب سكريات تمتص مباشرة، لا تحتاج لهضم في الفم ولا المعدة، الجلوكوز يمشي للدم مباشرة. هذا ينشط الجسم، يعني الناس اللي كيفطروا على الفواكه اليابسه ولا الفواكه الطريه دغيا الجسم ديالهم كينتعش، دغيا التركيز ديال الدم كيولي مزيان جيد، حتى الناس اللي كيكونوا صايمين. تنشيط الذاكره هادو المضادات للاكسده الان، المضادات للاكسده الان كيراهنوا عليهم العلماء كلهم في عبر العالم، نحن نراهن على ان المضادات للاكسده هي المكونات التي تساعد وتنشط الجهاز العصبي. نعم. وكذلك حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 والكالسيوم والفوسفور، هذه أشياء، واليود والفيتامين بي، هذه أشياء يعني السيروتونين، هذه كلها أشياء يعني تنشط. ولكن يبقى على رأس القائمة
حمض الأوميغا 3 والمضادات للأكسدة، والريزفيراترول. مادة الريزفيراترول هي مادة تنشط الخلايا العصبية، العصبية. ويعني هذه حقيقة علمية الآن توصل إليها البحث العلمي. ولذلك نجد أن العنب حظي بذكره في القرآن الكريم في عدة آيات. أكيد. كلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا فيما نقتات به، فهو دائما يعبر النخيل والعنب، تجدهم جل آيات الزيتون والنخيل والعنب. يعني في سورة النحل هو الذي يقول تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. يعني حنا حتى التفاح والبنان كاينين، غير هو كاين اشياء ذكرت بالاسم اللي هي التمر والعنب والزيتون والمسائل، وكاين اشياء ذكرت هكذا مجمله في ترمي ومن كل الثمرات. والعنب يحظى بتعبير القران، يعني جل الايات كنلقاو فيهم العنب، الا ما تذكرش بالسميه كيذكر بالوصف ديالو. جنات، هذيك جنات معروشات وغير معروشات تعني العنب.